بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب، سنتكلم في هذه المحاضرة إن شاء الله عن التشبيه والكناية والمسرحية في الأدب العربي وأسلوب الاستفهام. وقد كنا أخذنا في المحاضرة السابقة أسلوب ماذا؟ الشرط، أسلوب الاستثناء، وتكلمنا عن أنواع الاستثناء ثلاثة: تام مثبت، وتام منفي، وناقص منفي. وقلنا التام المثبت هنا يجب نصبه، وقلنا التام المنفي يجوز فيه وجهان: إما النصب على الاستثناء أو بدلا من المستثنى منه. والناقص المنفي قلنا يعرب حسب موقعه في الجملة. وأخذنا كذلك أدوات الاستثناء، منها ما هو حرف وهو إلا، ومنها ما هو اسم كغير وسواء. قلنا لها شرطان: الشرط الأول أنها تعرب ما بعد إلا، ودائما بعدها مضاف. ثم أخذنا خلا وعدا وحاشا، قلنا إذا سبقت بماء تكون فعل بعدها مفعول به، وإذا خلت من ماء تكون حرف بعدها اسم مجرور. ثم أخذنا أسلوب الشرط، وقلنا أسلوب الشرط أخذنا أدوات الشرط، منها ما هو حرف، ذكرنا إن وإذ ما. وأخذنا أن فعل الشرط يتكون من فعل الشرط وجواب ماذا؟ وجواب الشرط. ثم أخذنا أمثلة كذلك عن أسلوب الشرط وأسلوب وأدوات الشرط، وتكلمنا كذلك أمثلة أنها تجزم فعلين: فعل الشرط وجواب الشرط. ذكرنا ما هو سبب اقتران الفاء بجواب الشرط، ذكرنا بيت من الشعر تجمع الجميع: اسمية طلبية وبجامد وإما ولن وبقد وبالتسويف. واليوم إن شاء الله سنتكلم على التشبيه والكناية، تعريف التشبيه وأدوات التشبيه وأركان التشبيه، والتشبيه باعتبار وجه الشبه، والتشبيه الضمني، والتشبيه المقلوب، وبلاغة التشبيه. وسنتعرف على الكناية باعتبار المعنى وبلاغة الكناية. طبعا المتكلم عن التشبيه في اللغة مصدر الفعل شبه، معناه ماذا؟ التمثيل. معناه ماذا؟ التمثيل. في الاصطلاح هو مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة. تشبيه صورة بصورة ماذا؟ أخرى، بأداء من أدوات التشبيه، كقول العلم كالنور في الهداية. فالعلم هو المشبه، والكهف التشبيه، المشبه هو النور وجه الشبه وماذا؟ الهداية. ولا شك أبناء الطلاب أن أدوات التشبيه ثلاثة، منها ما هو حرف كالكاف وكأن. إذا من الحروف أدوات التشبيه الكاف وكأن. تقول محمد كالقمر، محمد كأنه قمر. أو اسم، من أمثلة الاسم مثل مماثل، تقول محمد مثل القمر أو مماثل القمر أو شبه القمر ومشابه ومحاكي ونحوه. أو فعل كأشبه وشبه وشابه وماثل وحاكى. إذا دول التشبيه قد يكون حرف، قد يكون فعل، قد يكون ماذا؟ اسم. أركان التشبيه، التشبيه أربع أركان. الركن الأول المشبه، المشبه هو الأمر الذي يراد به إلحاقه بغيره، كمحمد كالقمر، هذا مشبه. أو المشبه به هو الأمر الذي يراد أن يلحق به المشبه، هو كالقمر، المشبه به. ويسمى المشبه والمشبه به طرفي التشبيه. والركن الثالث وجه الشبه، هو الوصف المشترك بين المشبه والمشبه به، ويكون في المشبه به أقوى منه في المشبه، لأن المشبه به أصل والمشبه فرع، والأصل أقوى من الفرع. الركن الرابع من أركان التشبيه أداة التشبيه، وهي اللفظ الذي يدل على التشبيه كما أخذنا، إما أن تكون حرف أو اسم أو فعل. إذا أركان التشبيه على ذوها أربعة: شبه المشبه به، ثم وجه الشبه، ثم أداة التشبيه. أقسام التشبيه
باعتبار وجه الشبه والأداء إثباتا وحثا. تشبيه بوجه اعتبار الوجه والأداء ينقسم إلى 4 أقسام: تشبيه المرسل المفصل، تشبيه المرسل المجمل، التشبيه المؤكد ماذا المجمل، ويسمى التشبيه ماذا البليغ. لو قلنا لك ما المقصود بالتشبيه المرسل المفصل؟ التشبيه المرسل المفصل ما ذكرت فيه الأداء ووجه الشبه، مثلا خالد كحاتم في الكرم، فخالد مشبه، كيف التشبيه؟ حاتم مشبه به في الكرم وجه الشبه، إذا سمي تشبيه مرسل مفصل لوجود الأداء وجه الشبه. إذا حذف وجه الشبه يسمى مجمل، فتقول ما ذكر فيه الأداء وحذف منه وجه الشبه، تقول مثلا خالد كحاتم، فحذف ماذا في الكرم وجه الشبه، فسمي ماذا مجمل، سمي ماذا مجمل، مجمل لحذف وجه الشبه، مرسل لوجود الأداء. قد يكون التشبيه مؤكد مجمل ما حذف منه الأداء ووجه الشبه، نحو خالد أسد، هنا حذف وجه الشبه وحذف الأداء فسمي مؤكد مجمل. والمؤكد المجمل يسمى تشبيه ماذا بليغ، لأنه وصل إلى غاية المبالغة. فلو قلت لك ما المقصود بالتشبيه البليغ؟ ما حذف منه الأداء ووجه الشبه يسمى التشبيه المؤكد المجمل. إذا هذا ما يسمى التشبيه المرسل المفصل، التشبيه المرسل المجمل، التشبيه المؤكد المجمل. ما هو التشبيه الضمني؟ التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان ويفهمان من المعنى، لا يعرف إلا من خلال ماذا؟ المعنى. ويؤتى بالتشبيه به كالبرهان ليفيد أن الحكم الذي أسيد المشبه به ممكن من خلال المعنى، مثل قول المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح لميت إيلام. هنا لا يفهم إلا من خلال المعنى، من اعتاد على الهوان يسهل الهوان عليه، مثل الميت إذا مات فإنه لا يحس ماذا بألمه، فدل هنا من اعتاد على الهوان يسهل الهوان عليك، الميت إذا مات لا يحس بالألم، فهنا التشبيه لا يفهم إلا من خلال ضمن من خلال ماذا المعنى، فلا يفهم ماذا صراحة. أو قول ابن الرومي: قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. طبعا هنا يتكلم أن الشاب قد يشيب وإن لم يتقدم به إيش السن، وليس ذلك بعجيب، فإن الغصن الرطيب، هذا الرطيب قد يظهر فيه ماذا الزهر وهو ماذا غصن، فهنا التشبيه لا يفهم إلا تلميحا من خلال المعنى. التشبيه المقلوب، طبعا التشبيه المقلوب هو قلب المشبه به، جعل المشبه به مشبها والمشبه به مشبها أو العكس، فتقول مثلا الأسد محمد، الأسد محمد، فهنا من اللي شبه الأسد محمد، هنا قلب ماذا تشبيه مقلوب، جعل مشبه به مشبها والمشبه به ماذا مشبها. ومثل قول البحتري في طلعة البدر شيئا من محاسنها وللقضيب رصيد من تثنيها، هنا طبعا معروف تشبيه الوجه الحسن بالبدر، فهنا قلب فشبه البدر ماذا بتشبيه الوجه الحسن بالبدر لا في البهاء، لكنه قلب هنا التشبيه. أو القام بالقضيب في الاستقامة، لكنه عكس في وصف مبالغة في وصف ماذا الممدوحة، وهنا تشبيه وهو يكون مظهر المظاهر الافتتان والإبداع. إذا عرفنا هنا التشبيه المقلوب هو قلب المشبه عكس التشبيه، تقول مثلا الأسد ماذا محمد. طبعا التشبيه بلاغة للتشبيه أن التشبيه يعني صورة بارعة تمثله، كلما كان هذا من الانتقال بعيدا قيل الخطورة بالبال، يكون طبعا ممتزجا بكثير من الخيال. التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها. من بلاغة التشبيه أنه طبعا صورة بارعة تمثله، أن فيه نوع ماذا من الخيال أروع ماذا للنفس وأدعى إلى من؟ إلى الإعجاب.
ولذلك التشبيه يقوي المعنى ويوضحه ويبرزه، ولذلك تمثل الصورة بارعة ماذا في الذهن. هذا يسمى ماذا؟ التشبيه. الكناية. الكناية لغة مصدر من الفعل كنيت، بمعنى إذا ترك التصريح به. فالكناية لغة هي ترك التصريح، ترك ماذا؟ التصريح، وهي مشتق من الفعل كنيت. والكناية اصطلاحا هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي للفظ لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته. لفظ أريد به لازم معناه ومع جواز إرادة المعنى الأصلي للفظ لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته. وهذا الفرق بين الكناية والمجاز. المجاز وجود قرينة مانعة تخرجه من المعنى الحقيقي إلى المعنى ماذا؟ المجازي. لكن الكناية تريد المعنى ماذا؟ الحقيقي. ومن أمثلة الكناية قول من؟ الخنساء: طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد إذا ما شردت. هنا طويل النجاد طبعا هنا كناية عن طول القامة، وهي كناية ماذا؟ عن الشجاعة عادة. وما دام أنه طويل وشجاع لابد أنه يحمل ماذا؟ السيف. رفيع العماد يعني كناية أنه له مكانة عالية ماذا؟ في قومه. صح أبنية عالية لكنه ماذا؟ له مكانة عالية ماذا؟ في قومه. كثير الرماد يعني هنا كناية ماذا؟ عن الكرم، كناية ماذا؟ عن الكرم. فهذا ما يسمى ماذا؟ كناية. أو كما قال تأبط شرا: لكنما عولي إن كنت ذا عول على بصير بكسب الحمد سباقي، سباقي غادم مجد في عشيرته مرجع الصوت هدا بين أفاقي، حمال ألوية حمال يحمل الراية شجاع، قال حمال ألوية شهاد أندية قوال محكمة جوه أفاقي، وهو يحمل الراية ويجيد القتال والنزال. فهذا ما يسمى بالكناية. إذا طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد إذا ما شتى. فهذا يدل على ماذا؟ طويل النجاد كناية، قلنا ماذا؟ عن الشجاعة. ويلزم من ذلك أنه طويل ماذا؟ القامة، وأنه يحمل هذا السيف. رفيع العماد كناية عن المكان العالي ماذا؟ في قومه، كثرة محامده. ومع ذلك رفيع العماد ذا لا أبنية ماذا؟ عالية. كثير الرمال يدل ماذا؟ على ماذا؟ على كرمه وإكرامه ماذا؟ للضيوف. هذا ما يسمى هنا ما يسمى مثال للكناية اصطلاحا. ونوع عن الفرق بين الكناية والمجاز: صحة المعنى الحقيقي للفظ في الكناية دون المجاز. والفرق بين الكناية والمجاز أن الكناية يراد بها المعنى الحقيقي للفظ، لكن في المجاز لا يراد المعنى ماذا؟ الحقيقي، إنما يراد المعنى ماذا؟ المجازي. أقسام الكناية باعتبار المعنى: تقسم الكناية باعتبار المعنى التي لها ثلاثة أقسام: كناية عن موصوف، والكناية عن الموصوف نوعان: إما كناية عن موصوف واحد كقول الشاعر: كناية عن القلب، الضاربين بكل أبيض مخدم والطاعنين مجامع الأضغان. فهنا كنا عن القلب بمعنى واحد، وأنه أين تجمع الأضغان؟ في القلب، فهو كناية عن موصوف واحد. وفي كناية عن أكثر الموصوف كقول محتري: فأتبعتها أخرى فأضلت نصرها، بحيث يكون اللب والرعب والحقد. هنا اللب والرعب والحقد كناية عن ماذا؟ القلب، فيه ثلاثة ماذا؟ أوصاف، لثلاث كنايات لواحد وهو ماذا؟ القلب. هذا ما يسمى الكناية عن ماذا؟ عن موصوف. الكناية عن موصوف، إذا كناية عن موصوف واحد، وكناية عن أكثر ماذا؟ موصوف. الثاني كناية عن صفة، وهي نوعان: إما كناية قريبة أو كناية ماذا؟ بعيدة. والكناية عن صفة ما كان المكنى عنه في صفة لازمة للموصوف مذكورا في الكلام، وهي نوعان: كناية قريبة كما قول رفيع ماذا؟ العماد، أو طويل النجاد، يعني فعلا أنه صح أبنية عالية مرتفعة، ورفعة العماد تلزم أنه عظيم المكان في قومه، إذا هذا كناية عن قريبة. أو طويل النجاد كناية ماذا؟ عن الشجاعة، ويلزم كذلك طول ماذا؟ القامة، فهذا كناية عن قريبة. في كناية بعيدة من نفس قول الخنساء:
حينما قال كثير الرماد، هذه أكثر من صفة، كناية عن المضياف، ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق ماذا؟ الحطب تحت من القدور، منها إلى كثرة من الطبائخ، إلى كثرة الأكلة، كثير يعني الذين يأكلون الطعام، ومنها إلى كثرة الضيفان، فهي كناية عن كناية بعيدة لأكثر ماذا؟ من معنى، ومنها إلى المقصود وهو ماذا؟ الكرم، الكرم يحتوي كل هذه ماذا؟ المعاني. إذا هذه كناية عن صفة قد تكون قريبة وقد تكون ماذا؟ بعيدة. في كناية عن نسبة أمر لآخر إثباتا أو نفيا، فيكون المكنى عنه نسبة أسند إلى ما له اتصال بغيره. كناية عن نسبة أمر لآخر إثباتا أو نفيا، كما قال إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. طبعا هنا أراد أن لا يصرح بإثبات هذه الصفات على ابن الحشرج، جميعها في قبة، تنبيه أن بذلك على أن محلها ذو قبة، وجعلها مضروبة عليه لوجود ذوي قباء في الدنيا كثيرون، فأفاد إثبات الصفة المذكورة بطريق ماذا؟ الكناية، بطريق ماذا؟ الكناية. إذا تكلمنا عن الكناية قد تكون عن موصوف أو عن صفة أو كناية عن نسبة أمر لآخر إثباتا أو نفيا. بلاغة الكناية، بلاغة ماذا؟ الكناية. طبعا الكناية في البلاغة لها ما يسمى مظهر مظاهر البلاغة، تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها والقضية برهانها، وهذا ما ذكرناه مغرفي على العماد، إذا مصحوبة بالدليل كثير الرماد، يعني هذا إذا والقضية برهانها، فتعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها، تضع لك المعاني في صورة المحسوسات، إذا تضع المعاني في صورة المحسوسات، تحس ذلك كثير الرماد يعني كثير الحطب، كناية عن كثرة الأكلة، كثرة الضيفان، فهذا يعطيك صورة ماذا؟ تضح لك المعاني في صورة ماذا؟ المحسوسات، تمكن من أن تشفي غلتك بطريقة غير مباشرة، يعني ترد على خصمك بأسلوب ماذا؟ بأسلوب أدبي دون أن تخدش وجه الأدب، وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية ماذا؟ الكناية في الرد على الخصم بأسلوب ماذا؟ بأسلوب ماذا؟ بأسلوب أدبي. إذا هذا ما يسمى في الكناية. هنا طبعا يمكن أبناء الطلاب يحلوا هذه الأمثلة في موضوع ماذا؟ التشبيه والكناية. تقارن إذا وجد الأداء تقول تشبيه ماذا؟ مرسل. إذا وجد وكشف تقول ماذا؟ مجمل. إذا حذف الأداء وكشف يسمى تشبيه ماذا؟ تشبيه بليغ. تشبيه ماذا؟ تشبيه بليغ. هذا ما يسمى التشبيه والكناية. تعالوا ناخذ أبناء الطلاب المسرحية وعناصر المسرحية وأنواع المسرحية. حين نتكلم عن المسرحية، المسرحية هي قصة حوارية، مسرحية قصة حوارية، تمثل وتصاحبها مناظر ومؤثرات مختلفة. المسرحية قصة حوارية، تمثل وتصاحبها مناظر ومؤثرات ماذا؟ ومؤثرات مختلفة. فصياغة النص المسرحي تتجنب السرد ماذا؟ القصصي المباشر، وتعتمد في توضيح ماذا؟ الأفكار والمواقف لقضية ماذا؟ لقضية معينة. طبعا هذه المسرحية طبعا تستعيض عن الإخبار بالعرض، وعن السرد بالمحاورة، وعن التقرير بالتصوير، فهي مادة خصبة تنشر الآداب الاجتماعية الراقية، وتسمو بالنفس البشرية إلى جو من الإشراق. ولذلك المسرحية لها جانبان، التأليف النص المسرحي ثم التمثيل الذي يقسم المسرحية أمام المشاهدين تقسيما حيا. وطبعا لم يعرف أدبنا العربي المسرحية قبل العصر الحديث، إنما طبعا أخذت عن الغرب، وخاصة بعد دخول نابليون مصر، وتأثر
العرب بالغزو، الفرنسي نقلت ماذا؟ المسرحية. طبعا المسرحية لا عناصر المسرحية، من عناصر المسرحية البناء ثم الشكل طبعا والحوار. البناء طبعا يختلف المسرحية عن القصة في شكل البناء، فصول المسرحية محددة وفصول القصة لا حد لها ولا سيما في الرواية. إذا شكل البناء يختلف، المسرحية محددة فصول القصة لا حد لها ولا سيما في الرواية، لكن المسرحية تشبه في الحجم القصة القصرية القصيرة سمى المقصوصة التي المكونة من فصل واحد. إذن المسرحية تشبه ماذا؟ القصة القصيرة المكونة من فصل واحد. إذن المسرحية محددة، القصة غير ماذا؟ محددة. المسرحية تشبه القصة ماذا؟ المقصوصة، تسمى القصة ماذا؟ القصيرة. أسلوب البناء في المسرحية يقوم على التصاعد بالصراع إلى غايته، في حين القصة تقوم على التشابك والتعقيد في هدوء حتى ينتهي إلى الحل. إذا الفرق بين المسرحية في البناء أن المسرحية تختلف عن القصة، فالقصة فالمسرحية محددة والقصة غير محددة، وهي تشبه ماذا؟ القصة القصيرة. المسرحية تقوم على التصاعد بالصراع إلى غايته، بينما القصة تقوم على التشابك والتعقيد في هدوء حتى ينتهي إلى الحل. الحوار الثاني، هو تقوم المسرحية على الحوار بينما تقوم القصة على الحكاية، ولذا قيل لا مسرح بلا حوار، لا مسرح بلا حوار. وهناك مقومات، أن يكون من مقومات طبعا المسرحية أن يكون النص نصا حيا نابضا مركزا، لا حتى لا يمله المشاهدون القراء، لا بد يكون النص ماذا؟ حي في النبض حتى لا يمله المشاهدون القراء. أن يعبر دائما عن انفعالات الأشخاص في حالتها المختلفة من الرضا والغضب، ويقوم طبعا على مناقشة عقلية يشترك فيها أكثر ماذا من شخص، وفي نوع ماذا من الانفعال والرضا والغضب. أن يكون ملائما لمستوى الشخصيات عقليا واجتماعيا وثقافيا، ولذلك يتنوع أسلوب المسرحية تبعا لتنوع ماذا شخصياتها، بالرغم أن الكاتب هو المؤلف للحوار بخلاف أسلوب القصة الذي يكون في مستوى ماذا؟ في مستوى واحد، مستوى ماذا؟ واحد. إذا عرفنا الآن هذا مسمى الحوار، تقوم المسرحية على الحوار بينما تقوم القصة على الحكاية. النوع الثالث الصراع، إذا أخذنا عناصر المسرحية الصراع والحوار والشكل. الصراع هو عقلة المسرحية، عقدة المسرحية. إذا كان الحوار هو الجانب المحسوس في المسرحية، فإن الصراع هو الجانب المعنوي. لذلك صح قول النقاد: لا مسرحية بغير حوار، لا مسرحية بغير حوار. هنا أقول لا مسرحية بغير ماذا؟ بغير صراع، لا مسرحية بغير صراع. إذا تسمى عناصر المسرحية. إذا ما هي عناصر المسرحية؟ قلنا الشكل والحوار والصراع، قلنا لا مسرحية بلا حوار. مثلا ما هي أنواع المسرحية؟ المسرحية نوعان رئيسيان: المأساة تسمى التراجيدا، وتعني الفن الجاد. تراجيدا هنا معنى الفن الجاد، الذي يستقي موضوعاته من أشراف الناس وعظمائهم، وتنتهي بفاجعة وتؤيد قيمة إنسانية ماذا؟ كبرى. من خصائص المسرحية المأساة والتراجيدا أنها تنتهي فاجعة وتؤكد قيمة إنسانية ماذا؟ كبرى. وتعني الفن الجاد، من إس الجاد، الذي يستقي موضوعاته من أشراف ماذا؟ الناس، وتتناول قضايا عامة الناس. تتميز بالجدية وحدة العواطف وصعوبة الاختيار في المواقف وسلامة اللغة في الصياغة. ونشاهد ذلك مثلا مسرحية من كيلوباترا لأحمد ماذا؟ شوقي، مسرحية جادة مأساة. ومسرحية صقر قريش لمحمود تاء،
تيمور، وهذه طبعا فيها نوع من الجادية والفاجعة تسمى المأساة. وقد تناولت هذه المسرحيات المشهورين من الرجال والنساء، فخلت جارية من حياتهم في عمل درامي مسرحي، هذا ما يسمى المأساة. أما الملهى وهي الكوميديا وتتمثل في الفن الساخر الذي يبعث الضحك، ويستمد شخصيته من حياة الأفراد العاديين، وتدور موضوعاته حول بعض العيوب. إذن موضوعاته واقعية، المشكلات اليومية يغلب عليها الطابع ماذا؟ المحلي، وعنصر الفكاهة في ماذا؟ رئيس، ونهايتها غالبا سعيدة. هنا ماذا؟ فاجعة. هنا المأساة، ونهايتها غالبا ماذا؟ سعيدة. إذن هذا يسمى ماذا؟ الكوميديا. وهي نوعان طبعا، الملهى الجادة، الملهى ماذا؟ الجادة، ويغلب عليها الطابع النقدي، والإضحاك فيها وسيلة لإبراز عيوب المجتمع، فهي هادفة وبناؤه محكم وأشخاصها لهم أدواء محددة. طبعا غالبا ما تثير ماذا؟ السخرية، ونشاهد ذلك طبعا في كثير من المسرحية، مثلا السيد هدى لأحمد شوقي، زي مسرحية تهاب طبعا لتناول التهافت الرجال على الزواج من المرأة ذات ماذا؟ الثراء. في مسرحية البخيل كذلك لتوفيق الحكيم، هذه من الملهى، مسرحية البخيل لتوفيق الحكيم التي عالجت صفة البخل المذمومة في عمل درامي ماذا؟ ساخر. هذا مسمى المسرحية الملهى الجادة. والملهى الهزلية، الملهى ماذا؟ الهزلية، وهي غير هادفة ولا محكمة البناء، وموضوعها غالبا هزيل، والإضحاك هدفها ماذا؟ الرئيسي. وهذا التقسيم بين المسرحية ما يسمى الملهى والمأساة يسمى ماذا؟ التراجيدا. إذا خلصنا إلى المسرحية، إذا تعريف المسرحية وعناصر المسرحية وأنواع المسرحية، أنواع ماذا؟ المسرحية. إذا هذا أبنائي الطلاب ما يسمى المسرحية، وطبعا في عناصر للمسرحية. مثلا من كتاب المسرحية أشهر كتاب قلنا توفيق الحكيم وأحمد شوقي، وعنا في اليمن الدكتور عبد العزيز المقال يكتب في المسرحية ماذا؟ الشعرية. في معنى كذلك في موضوع المسرحية واحد يمني عاش في مصر هو علي أحمد باكثير، من كتاب المسرحية، كتب مسرحية مسمار ماذا؟ جحا، استخدمت الحكاية الشعبية استخداما سياسيا معاصرا، ورمزت إلى الذريعة التي يلجأ إليها طبعا المستعمر لاستمرار احتلاله للوطن العربي. طبعا بناء المسرحية قلنا الموضوع، وفي المسرحية الفكرة والحبكة والشخصيات وكذلك ما يسمى الحوار. هذا ما في المسرحية وعناصر المسرحية. أبنائي الطلاب سأتكلم على موضوع ما يسمى الثالث، وهو الاستفهام. طب ما هو تعريف الاستفهام؟ أدوات الاستفهام، ما يطلب التصور والتصديق، ما يطلب به التصديق فقط، ما يطلب التصور فقط. الاستفهام طبعا هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوم من قبل. الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وذلك بأداء من أحد أدواته التي هي الهمزة. رقم هي أدوات الاستفهام؟ الهمزة، هل، من، ما، متى، أيان، كيف، وأين، وأن، وكم، وأي. إذا الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداء من أدوات الاستفهام.
وأدوات الاستفهام تنقسم إلى ثلاث أقسام، ما يطلب به أمران وهو الهمزة، أحدهم التصور وهو إدراك المفرد، نقول علي مسافر أم سعيد، فتعتقد أن السفر حصل من أحدهما، ولكن تطلب تعيين الذي سيقوم بالسفر، فتقول من؟ سعيد، فهنا يسمى التصور وهو إدراك المفرد، أنت فعلت هذا أم يوسف؟ فالمسؤول هنا هو الضمير أنت، ولذلك إليها مباشرة أم كان خبر راغب أنت عن الأمر أم راغب فيه، فهذا يسمى ما يطلب به الأمران أحدهم هذا التصور، أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، أي أنت أأنت فعلت هذا أم غيرك، فحذف للعلم به من فحم هذا الخطاب، إذا كل هذا يسمى به مقصود بماذا؟ التصور، وهذه أمثلة عن ماذا؟ عن التصور، والهمزة هي إيش؟ حرف. الأمر الثاني التصديق، وهو إدراك وقوع نسبة تامة، إذا الهمزة لها معنيان، يعني. التصور ثم ماذا؟ التصديق، وهو إدراك وقوع نسبة تامة بين المستند والمستند إليه، أو عدم وقوعها بحيث يكون المتكلم خالي الذهن مما استفهم عنه في جملته، مثلا مصداقا حينما تقول مثلا لجواب، حينما تقول مثلا أحضر الأمير، أحضر الأمير، هنا تستفهم عن ثبوت النسبة ونفيها، تقول نعم أو لا، إذا الهمزة تفيد نوعان اختصار شيء التصور ثم التصديق، أحضر الأمير تقول التصديق نعم أو لا، إذا ما يطلب التصديق فقط وهو هل، وقلنا من الاستفهام حروف، الحروف هي الهمزة ماذا وهل، وهنا هل ماذا أنه هل حفظ اليمنيون على مجد أسلافهم ولأجل اختصاصها بطلب التصديق لا يذكر معها المعادل بعد أم، ولذلك سنقول مثلا هل سعيد قام أم هل سعد قام أم سعيد، لأن هل تفيد أن السائل جاهل بالحكم ويطلب هذا معرفته، وأم تفيد أن السائل عالم به وإنما يطلب تعيين أحدهما، فهنا دائما هل تفيد ماذا؟ تفيد ماذا؟ التعيين، وهكذا. ثلاثة ما يطلب به التصور فقط وهي بقية ألفاظ الاستفهام، إذا معنا الهمزة وهل، فالهمزة تفيد التصور وتفيد كذلك التصديق، وهل تفيد فقط ماذا؟ التصديق. ما يطلب به التصور فقط وهي بقية ألفاظ الاستفهام اللي هي ما ومن ومتى وأيانا وكيف وأين وأن وكم وأي، ولهذا يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عن وتفصيل كالآتي، هنا ما ومن، طبعا هنا ما ومن لها معنى، هنا مثلا فأما موضوع الاستفهام عن أفراد غير العقلاء يطلب بها إيضاح الاسم، ما العسجد، هنا إيضاح الاسم فيقال بالجواب إنه ذهب، إذا العسجد هو الذهب، فهنا إيضاح ماذا الاسم، بيان حقيقة المسمى نحو ما الشمس، فيجاب بيان بأنه كوكب نهاري، أو بيان الصفة نحو ما خليل طويل أو قصير، إذا ما هذه إما إيضاح الاسم أو بيان حقيقة المسمى أو بيان الصفة، من موضوع الاستفهام عن أفراد العقلاء، تقول من قرأ الدرس، أي طالب قرأ الدرس، فمتى، فهنا من لماذا للأفراد ماذا العقلاء، من قرأ الدرس، تقول لك اعرب من قرأ الدرس، من هنا أسلوب استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، قرأ فعل ماضي والفاعل يقدره هو، والدرس مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ، إذا جاء بعد اسم الاستفهام فعل يعرب مبتدأ، وإذا قبل الاستفهام اسم يعرب خبر مقدم، خبر ماذا؟ خبر مقدم. متى وأيانا يطلب بها تعيين الزمان سواء كان ماضيا أم مستقبلا، متى تولى الخلافة عمر هنا الماضي، ومتى نحظى بالحرية المستقبل، إذا متى يطلب بها تعيين الزمان سواء كان للماضي أو أم المستقبل، إذا متى تعيين الزمان للماضي والمستقبل، أما أيانا
فيطلب بها تعيين الزمان مستقبل خاصة، لكن متى؟ للماضي والمستقبل، أيانا فقط للمستقبل خاصة، وتكون في موضع التهويل والتفخيم، يسأل أيانا يوم القيامة، فهنا تكون ماذا؟ خاص بالمستقبل، إذا أيانا تكون للمستقبل خاصة، متى؟ أيانا، كيف وأين وأن، كيف يطلب بها تعيين الحال، كيف إذا جينا من كل أمة بشهيدة، فكيف دائما حال، وأين يطلب بها تعيين المكان، أين شركاءكم، نقول لك اعرب أين شركاءكم، فتقول أين استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، شركاءكم مبتدأ مؤخر، مبتدأ ماذا؟ مبتدأ مؤخر. إذا دائما أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، طبعا الكاء والكوم هنا شركاءكم والميم علامة ماذا؟ للجمع شركاءكم، بمعنى كيف أن، إذا مع كيف للحال، أين تعين المكان، أن لها ثلاث معاني، أن تأتي بمعنى كيف كقوله تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها، وتأتي بمعنى من أين، إذا أنا معنى من أين، يا مريم أن لك هذا، يقول لك مثلا في الاختبار يا مريم أن لك هذا، هنا أن بمعنى ماذا؟ من أين، أي من أين لك هذا، وتأتي بمعنى متى، إذا أن تأتي بمعنى كيف، تأتي بمعنى من أين، تأتي بمعنى متى، تجوز أنها تسافر، تجوز أي متى تسافر، متى ماذا، متى تسافر. إذا عرفنا الآن أدوات ماذا، استفهام. هنا كم وأي، كم يطلب بها تعيين عدد مبهم، كم لبثتم في الأرض عدد سنين، إذا هنا كم للعدد عدد مبهم، الإجابة لبثنا يوما أو بعض يوم. وأما أي فيطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، إذا أي تميز أحد المشاركين في أمر يعمهما، كقول أي الفريقين خير مقاما، أي الفريقين، هنا معرب أي طبعا دائما بعد أي يأتي ماذا؟ مضاف، الفريقين تقول أسلوب استفهام، طبعا مبني على السكون، مبني في محل مبتدأ، الفريقين خبر مقدم، الفريقين سيكون ماذا؟ مضاف إليه، مقرب لأنه مثنى، وخير مثنى ماذا؟ مؤخر. إذا أي يطلب بها تمييز أحد المشاركين، الزمان أي وقت جئت، هنا تفيد الزمان أي وقت جئت بحسب ما يضاف إليها، المكان نحو أي مكان جلست، أي مكان جلست، هنا تفيد الحال على أي حالة جئت، دائما بعد أي يأتي ماذا؟ مضاف، العدد أي عدد اخترت، العاقل أي معلم أكرمت، غير العاقل أي كتاب قرأت، إذا أي تكون حسب ما يضاف إليها. إذا عرفنا أدوات الاستفهام منها ما هو حرف، منها ما هو ماذا، ما هو أسماء، منها ما هو ماذا، أسماء. خروج أدوات الاستفهام عن معانيها الأصلية، قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي وهو طلب العلم بمجهول، نقول لكم ما الغرض من الاستفهام في الآتي، قال عز وجل فهل أنتم منتهون، تقول هنا فالاستفهام هنا فهل، ما دلالته هنا، ما دلالته هنا، أو ماذا يفيد هنا فهل، فتقول فهل أنتم منتهون، يفيد الأمر أي معنى انتهوا، فهل أنتم منتهون، انتهوا، فأفاد الاستفهام هنا ماذا، هنا الأمر، إذا فهل أنتم منتهون تقول انتهوا بمعنى ماذا، الأمر، أو النهي، قوله تعالى أتخشونهم فالله حق أن تخشوه، هنا أفاد أي لا تخشونهم، لا تخشونهم، هنا أفاد ماذا؟ النهي، فالاستفهام هنا تخشونهم أفاد ماذا؟ أن أي لا تخشونهم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هنا أفاد الاستفهام هل النفي، بمعنى ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهنا هل بمعنى أي ما، هنا تخشونهم الهمزة بمعنى النهي لا تخشونهم، هنا فهل بمعنى الأمر انتهوا.
الإنكار أغير الله تدعون، أغير الله تدعون بمعنى كيف تدعون غير الله، هنا الهمزة تفيد ماذا بمعنى كيف وتفيد ماذا الإنكار. إذا الاستفهام قد يفيد الأمر وتفيد النهي وتفيد النفي قد يفيد ماذا الإنكار، وقد يفيد التقرير. قول عز وجل دائما تكون همزة الاستفهام مع لم تفيد النفي وسمى التقرير، ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. هنا تفيد ماذا تفيد تفيد التقرير. إذا ما تفيد التقرير إذا جاءت الهمزة وبعدها لم فتفيد ماذا التقرير. التهويل كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فهنا الاستفهام ما الحاقة يفيد التهويل والتعظيم.